تحية سي بصير، ونتمنى احنا نتمنى ان الازمه تكون تحيد، لانه احنا ما عندنا الثقه في الازمه. تحيد تحيد اللي خلقوا الثقه، اللي خلقوا الازمه، لان خلقوا الازمه السي المغودي ولا السي اسامه، راه سمعتوا اللايف ديالهم، راه خرجوا كيبغي يغالطوا الجماهير، وغنهضر على هذه النقطه هذه، كيغالطوا في الجماهير وكيبينوا بانه المشكل كاين غير في بودريقه. راه بودريقه حتى واحد ما كينكر بانه من الاسباب الرئيسيه ديال الازمه اللي كاينه دابا الماليه في الرنجه، حتى واحد ما كينكرها، الا ان شي واحد صاحبه او عنده مصلحه مع بودريقه هو اللي غادي يبدا يدافع عليه ولا يضغط عليه. كاع الرنجاويين كلهم عارفين ومتاكدين بان الصفقات والاموال اللي تخسرت في العهد ديال بودريقه على بطوله وعلى كاس عرش، جوج ديال الالقاب لا غير، والوصول لذاك النهائي كلفنا الكثير، وكلفنا بزاف ديال الصفقات الفاشله واللي كلفات ميزانيه الفريق مبالغ هائله، لدرجه ان المنحه الكبيره ديال كاس العالم ديال 2013 ما حسيناش بها وما شفناهاش نهائيا. حتى واحد ما كيختلف على هذا الشيء، ولكن من المغالطات والضحك على الرجاويين واستصغار الذكاء الرجاوي هو انك تخرج انت كصحفي معروف وتبقى تلوك الهضره اللي كيقولوها ناس اللي هما في المعسكر ديال اوزار، وحنا كنعرفوهم في المعسكر ديال الحكامه، نفس الهضره اللي كيعاودوها ان بودريقه بوحده هو بوحده سبب الازمه ديال الرجاء بوحده، وانه كيحارب الرجاء باش الازمه تبقى وباش سميتو باش معمر. فهاد الشيء الناس الرجاويين عارفين، عارفين بانه قبل ما بودريقه بعد حانات، وغنبقاو غير كنعاودوا نفس الهضره، راه حانات هو الاول غرق الفرقه ودار انتدابات اللي هي فوق من مستوى الرجاء، اغلى انتدابات في تاريخ الرجاء بدات مع حانات، راه ما بداش مع بودريقه. ورجعوا الصفقات ديال الوداد وديال بوخريس وديال دوك الرباعه اللي كان جا غير بالمعلم ردوا من الخليج مع بزبل الفلوس. دونك هنا والطاير وزيد وزيد وزيد، حنا ما تيهمناش وزيد القديوي وزيد، حنا دابا تندويو دابا على الحقيقه باش الناس ما يبقاوش يغالطوا في الجماهير الرجاويه. ازمه بدات مع حانات، تبعها بطبيعه الحال بودريقه، بودريقه الصفقات اللي دار ماش نمثلوها مع ديال حانات، حانات كان طالع هذاك الشيء المستوى على مستوى الرجاء عاده، ولكن ديال بودريقه راه اعلى من ديال حانات، بلا ما نكذبوا على راسنا وهذا واقع، كانت صفقات اللي فوق من مستوى الرجاء وكانت كثيره، وذاك الالقاب اللي دينا، ذوك جوج الالقاب اللي دينا معاه راه كلفونا الكثير وادينا الثمن ديالهم غاليا. من وراه رجع حسبان، حسبان راه كيبان لك بانه راه قلص الاجور وضغط وماش يخلص اللاعبين، ولكن في الاخر شنو دار؟ راه هو اللي استفد، هو اللي استفد، لانه كانت 3 المليار تقبض قداش هي في الميزانيه بدون جوستيف. ملي كيقول لك مراقب الحسابات راه ما كاينش الفواتير التي تثبت مصاريف تصل الى 30 مليون ديال الدرهم، اللهم انا ضمن كان هذا، واش هذا غرق ولا ما غرقش؟ من وراه سي زياد، سي زياد شنو دار؟ سي زياد انه طلع في العقود بزاف، وانه خلى دوك الديون المتراكمه ما ادى منها والو، رغم المداخل اللي كانت كبيره، رغم المساهمات الكبيره ديال الجماهير اللي ما عمرها تنسى واللي كانت رقم قياسي في العهد ديال السياس، ولكن زياد نهار خرج، خرج لا الديون تخلصات، غرق الفرقه بالعقود كبيره ديال اللاعبين، وزادها وكملها بالصفقه ديال بانون اللي ما عرفناش لحد الان المصير ديالها، وما عرفناش التقرير المالي ديال ديك المرحله اللي جات من مباراه 30/6، وهذا الشيء راه كنعرفوه. 30/6/2020 كانت الصفقه، ربما بانون كانت تباع في شهر 8 ربما ولا شهر 9، فهذيك المرحله كان كوفيد، وكان التقرير المالي الاخير اللي داز زياد واللي باقي ما تصادقش عليه الان، كان ديال السنه الثانيه، كان ديك الساعه في 30/6. اذا المرحله ديال بانون ما عرفناش فين مشات، واش هذا ما غلقش؟ وشكون جا دابا؟ جا السي الاندلسي، السي الاندلسي نفس الشيء، ها هو دابا الفرقه راه غارقه، فرقه غارقه في العهد ديالو. واش نكذبوا على راسنا؟ نحيدوا داك الشيء ديال بيع اللاعبين وديال المنحه اللي تقاتلوا عليها اللاعبين ديال الكاف، اللقب ديال الكاف ولا اللقب ديال والمنحه ديال كاس العرب اللي جايه، الا حيدنا هادو، هادو ما جابهمش الزيان الاندلس، الاندلس ما مشاش جاب صفقات اشهاريه ولا جاب شي مشهير كبير خليجي، هادو فلوس اللي جاو بعرق اللاعبين وبالمجهود ديال اللاعبين وديال المدرب والطاقم التقني. دونك هذا الا حيدنا هادشي كيبقى الاندلسي مع الازمه ومع غرقها، ها هي وصلها كيقول لك هو وصلها 16 ما بين 16 و 24، اذا غرقها، اذا علاش نبقاو نغلطوا في الجماهير؟
انا ما كنفهمش هذوك جوج الصحفيين بعدا شنو 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 علاقتهم بالنجا، علاش كيخرجوا دائما كيدافعوا على هذا المعسكر ديال الحكماء؟ واش كيصحابوا شي راجل وين كوانبا؟ مازال غنجي لهذه النقطه، ولكن غندوي على الموضوع ديالنا اليوم اللي هو موضوع مهم، اللي هو الموضوع ديال الميركاتو. فكتعرفوا الاخوان انه الميركاتو الرجاوي غادي بواحد السرعه يعني غير عاديه، تعرفوا بانه كاين صفقات للداس ياك، صفقات للداس اللي هي شوف واحد القضيه، انا راه كنعرف الحق، راه ما كنعرفش انا التلوان، نبقى نتلوان يعني. انا بالنسبه لي انا الصفقات لا باس بها، راه ما خيب مش ما تخيبش، راه المجهود اللي دار اللي ديال الاندلسي دابا مع داك لا بتيت ايكيب اللي عنده، هو تيقول غير 9 الناس ولا 7 الناس، راه 3 اللي خدامين، 3 اللي شويه كيتحركوا معاه، انتوما 3 ولا 4 الناس، المجهود اللي درتو دابا في انتدابات لحد الان راه ما يخيبوش، راه تشكرون عليه. علاش كنقول لكم راه خايبين؟ راه الا خدينا لاعب بحال الناهيري راه مزيان، لاعب مهم، الرجاء ما قد جابت هاد لي بروفيل بحال هكا، رغم ان كاين الناس اللي ما عاجبوش، كاين الناس كيشوف غير لو فولي ديال ردود الفعل ديالو والتصرفات ديالو وكذا، راه اعتذر ضيق كيجيو، ولكن انا كنشوف انا اللاعب غير يلعب معايا كوره، كنشوف اش كيعطي في التيران. لاعب بحال الناهيري متاكد جميع خصائص الكاليتي اللي عند الناهيري ما عندناش، ما عندناش في ذاك البوست ديال اريا غوش بعدا، وما عندناش لاعب اللي عنده القدف واللي عنده الكرات الثابته. دونك انا جو سوي سيغ انه غيكون عنده ان ابور، اذا خدم فيزيكمون وعوض هذاك النقص اللي عنده في الكومبيتيسيون غادي يعطينا بزاف. دونك هذه صفقه يشكرون عليها، انا ماشي كنخرج هذا كنسب الاندلسي ولا، راه كاين شي حوايج ايجابيه اللي داروها وغنشكرهم، غنبقاو ديما نشكرهم عليها. قلت الناهيري مزيان، قلت انه هذاك اللاعب الافريقي اللي جا في الميليو تاعنا هذاك الكوشي راه مزيان، كيبان على حسب اللقطات اذا كان مستواه هو هذاك، ولاعبون كومبيتيسيون ما توقفش على اللاعب، يعني انه يعني كاين حظوظ كبيره انه غيكون مستواه هو هذاك، ما بغاش نتفاجئوا به يعني مزيان. كاين اللاعب اللي هو سميتو اللي سمعت غير البارح مؤخرا ديال وجده، يعني تبارك الله هذاك غادي يهنينا يعني من المشكل الكبير اللي كان عندنا في لاكس وكنا كنغوتوا عليها، لاكس 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 بالاخص مشى الشاكير ومشى الورفلي، سميتو شكون هذاك الاخر عاوتاني، شكون هذاك اللي كان شكون اسيدي، شكون عاوتاني اللي جا، كاين كوياطي، كوياطي ما يخيبش، كاين الناس اللي كانت انا بالنسبه لي راه مزيان كوياطي، راه من الماتش الاول بين بانه واخا لعب مع شحال هادي ما لعب شاي، وانه كانوا بلاصو مع مازيمبي، ولعب مع فرقه كبيره عندها لو ريتم، ولعب مباريات ولعب مقابلات واستعدوا مده شهرين وما كيستعدوا، ومع ذلك راه الا في لا ديفيرونس، وانه كيبان لك السيد عامر فيزيكمو وضغط ضغط على الدفاع ديال اتحاد جده، دونك كيبان انه عنده ما يعطي، ودار واحد المحاولات راسيه برزتهم في الكواليس العاليين. دونك حنا بغينا هذا اللاعب، بغينا اللاعب اللي كيكون عنده حضور مربع العمليات. نعم سميتو شكون عاوتاني، شكون هذا اللي جا، انا ما عنديش مشكل. دونك غنرجع على ليست اللي كاينه، كاين قلنا الناهيري، قلنا هذاك سامي لو دومي ديفونسيف قلنا مزيان، كوياطي قلنا مزيان، حركاس هو هذا ديال وجده اللي كنت كنقول المدافع، هذا غادي يهنينا من لاكس، تبارك الله هذاك اللي من الموظف اللي راه غادي يهنينا من لاكس، راه هو احسن كاع من دوك اللي دازوا، هو احسن من الورف اللي واحسن من احسن من الشاكير في لاكس، سي تري تري بون جوار، وهو اللي كان مغطي على داك الخفيفي اللي كاين في وجده، وغادي تشوفوا ملي غادي يحيد هو من وجده غتشوفوا الخفيفي شحال غيعاني في لاكس. كاين واحد كاين لعابه شبان اللي جاو مزيان، راه ماشي با كونتخ، راه ماشي انا باغي حاجه اللي خص يفهموها الناس ويفهموا هذوك الصحفيين اللي كيخرجوا يطبلوا المكتب، يفهموا واحد الحاجه، راه حيت قبيله كان كيقولوها المغودي ملي كيهضر هو واسامه، راه كيطبلوا انه بالنسبه لهم الجماهير اللي هي ضد المكتب كيحطوها في خندق واحد، هي داك الذباب الالكتروني اللي هو مع بودريق. انا تنعاود ناكد لكم والرجاويين عارفينها وخصهم يعرفوها، وحتى الناس اللي ما متبعينيش كاع عرفوا بانه الجماهير الرجاويه كاين واحد لو كلون اللي مع بودريق، راه كاين صح وباقي الان مع بودريق، وكاين واحد الكلون اللي باغي مصلحه الرجا، انا تندوي على الناس اللي هما ضد المكتب الحالي وما عجبهمش التسيير ديال المكتب الحالي، فكاين واحد الناس اللي باغي المصلحه ديال الفرقه، وانا منهم، انا ما كيهمني لا بودريقه ولا غير بودريقه، اللي كيهمني هو التسيير يكون في المستوى، فما يجيوش ناس صحفيين غرباء، انا كنعتبركم غرباء،
وكنقول لكم واحد القضيه، انتم اللي كتعتبروا راسكم محللين وناقدين، انا كنقول لكم بانكم انتم طفيليين، انتم طفيليين يعني طفيليين على الاعلام وعلى المجال الاعلامي، وطفيليين على النهجه. علاش؟ لانه انا متاكد بانهم انتم الغرض والنيه الداخليه ديالكم باش كتهضروا بزاف على النهجه هو الاسترزاق المالي، بمعنى انه في المجال اللي كتمارسوا فيه ديال العمل الصحفي كتقلبوا على المداخل وعلى المتابعه، وانه المتابعه ما تلقاوها الا مع الرجاء، هذا شيء اكيد. فانا كنتحداكم، وهذا الشيء راه باين والناس راه اللي متبعينكم عارفين، انه نادرا فاش كتهضروا على شي فرقه اخرى، يا الرجاء الرجاء تفيقوا بالرجاء وتنعسوا بالرجاء، وهذا الشيء راه الناس عرفوه وفهموه، وبطبيعه الحال غاديين مع واحد لو كلون، غاديين مع لو كلون ديال اوزار ودير الحكامه ودير معسكر العلم اللي كتسميوه، رغم انه بان لكم بانه فشل كمكتب مثير، ولكن انتوما بالنسبه لكم انتصرتوا، كتقولوا فيها بانه راه الفوز ديال الرجاء بمثابه انتصار الناس اللي كانوا كيقولوا معسكر العلم. وسيدي معسكر العلم ها هو، انا كنتحداكم الى حيدتو ياك لاكوب جابوه الدراري، وراه في الرساله الملكيه راه كيهضر عليها الملك، ملك البلاد اللي باغي تسلحوا في عباد الله، راه ملك البلاد هضر على هذه النقطة، كيلح على هذه النقطة أن الميدان حسمتوا في الميدان وتفوقتوا في الميدان، راه ماشي الأندلسي اللي كان في الميدان، راه كانوا اللاعبين والمدرب هما اللي حسموا، أما هو راه كان كيتفرج كيجري لو كوتيديان وكيقول يا ربي متى تسالي هذه المصيبة هذه تمشي في حالي أنا كاع. ما تبقوش تكذبوا على عباد الله، تبقوا تبينوا أنه راه السير المحكم والحكامة والتدبير، وهذا هو الفريق النموذج والفريق خصهم ياخذوه، وان كذا وان كذا. الملك ملي كيقول ان الرجاء خصها تكون كفريق نموذج والفرق يتبعوها، راه تيقصد بها كنموذج في لاغرينتا وفي القتاليه ديال اللاعبين وفي الحراره باش اللعابه كيلعبوا رغم قله الامكانيات، راه هذا هو المعنى اللي قاصد الملك وماشي قاصد المثيرين. والدليل انه دار جمله واحده اللي كيدوي على المثيرين، جمله واحده وانا غادي نجي ليها وغنقولها ملي نوصل للتحليل ديال الرساله. اذا كنرجع لسميتو او لا نهضر على هذه الرساله ورد الفعل ديال المغربي اللي حاولوا يصلحوا الجماهير بسرعه، وندوزوا اللعابه اللي جاوا وندوزوا اللعابه اللي خاصين اشنو من المراكز ونناقشوا مع الاخوان ديالنا. شوف واش كيقول السيد، قال لك اول حاجه قال لك بالنسبه لي هو، قال لك الرساله الملكيه اشادت بالتسيير، بينما الرسالة أشارت لمجهودات الفعالية الرجوية كاملة. داكو قال لك هو الرسالة أنصفت من كانوا يساندون وينوهون بمعسكر العلم، زعما تيدوي على راسه هو، هو وصاحبه راه كنا ديما كنقول معسكر العلم احنا عندنا الحق، راه معسكر العلم راه يسمع بالله عليكم واش هذا معسكر العلم. دابا غير كنتحداكم انتوما كصحفيين، انتوا كتقولوا هضرتكم صحفيين، اعطيونا ملي انتوما هضرتوا ودوزتوا ساعتين ديال الهضره، اعطيونا غير ما يثبت ان معسكر العلم دار شي حاجه اللي صالحه للراجل اللي هي في صالح الراجل، بمعنى على المستوى التسييري، بمعنى على المستوى التسييري استطاعوا انه يبونجي واحد على الاقل 50% ديال المديونيه بمجهوداتهم الشخصيه وليس بالاعتماد على بيع اللاعبين، لانه بيع اللاعبين هو الحل الاسهل، بامكان اي رئيس ان يقوم به. اعطيني اذا كنت انت يا كتعرف كتقول معسكر العلم، اعطيني ما يثبت انهم علماء، حيت معسكر العلم خصو يجيب ميزانيه كبيره، خصو يكون جاب لك شي مستشهد بثلاثه المليار في العام ويحيد ديك الخيلوطه اللي كاينه، ديك الشراره اللي كاينه في التريكو تحيد، يبقى واحد، هذا هو معسكر العلم. معسكر العلم كيمشي كيجيب لك اتفاقيات، كيدير نقل تلفازي في المستوى العالي وكيجيب فيه اموال كبيره، كيبيع اللاعب سميتو كيبيع الصوره ديال الفريق بواحد الاموال كبيره، كيدير مستشارين اللي كيكونوا عندهم طلاك في الملعب في غياب الجمهور، على الاقل كيضمن لك استشهارات ديال لوحات اشهاريه في الملعب، يستغل على الاقل هذاك الفضاء ديال الملعب بواحد المبالغ كبيره، كتولي ديك اللوحه كتسوى بغيتي اشهار في الراجع و400 مليون ديك ساعه ونص، 400 مليون واضح، وكل بلاكه ونشوف شحال نجمعوا ديال، وهذا هو معسكر اللعيب. على المستوى التكوين يعني راه كنشوفوا اللاعبين كيهربوا لينا، خص حتى واحد ما يهرب، ما يجيش واحد يدي لنا شي لعاب، ما كاينش كاع اللي سايق هذاك معسكر العلم ديالك وما سايقش خبار كاع الدراري وما كيعرفهمش كاع، ما كيعرفش داير المدرسه فين كاين، هذا زياده على الفسخ بالتراضي. فهل يعقل ان نسمي معسكر علمي مسيرين
ما كيعرفوش تيبيعوا اللعابه ديالهم، ما عرفتوش، ما كيبيعوش ولا كيتعمدوا ما يبيعوش، باش كيدوزوا صفقات في الظلام ما كنعرفوش نوقع. فلحد الان لعاب واحد ديال الرجاء ما تباعش داخليا، لعاب واحد الرجاء عنده يكهم بفمهم، تيقول لك ان هاد اللاعبين عند الرجاء اي واحد يتمناهم، والسي اللي كيتمناهم اي فرقه كتمناهم، خدش قول لي واش هاد المكتب الموسي استطاع يبيعهم وهما حاصلين في الرجاء دابا؟ راه اكثر من 8 اللاعبين ولا 9 دارهم الشابي في لائحه انتقالات، عطيني علاش حتى فرقه ما بغاتهم، عطيني غير علاش وطاره، وحتى الحيمر، حتى الحيمر ما بغاش، اسفي ما بغاتوش، يلا عطيني ونزيدك بلا ما نبقى نقول السميات نحرجوا عباد الله، عدد ديال السميات ما بغاهمش فراقي خويا. اذا قول لي انت يا هاد اللعابه احسن ما عند الدراجه واحسن، قال ليه في مثال، واحد المثل كيقولوا في المغاربه اغلانين عيشه، عيشه الطلقات، ولا سالي لكم هادشي، وان شاء الله باذن الله هادو اللي بدك تنفخوا فيهم وكتدفعوا فيهم راه سالت وقتهم وغادي يمشيوا ان شاء الله، ان عاجلا ام اجلا، وارمي يعودوا عليكم غنشوفكم من وراهم، واش غادي تعاود تدوروا عاوتاني بالمكتب الجديد، حيت هاد الشيء راه مولف ليكم. النقطة الثانية، قال لك سيدي المكتب الحالي كيبين على العلو ديالو والقيمة ديالته، أنه نيب في الفعل معسكر العلم، لأنه طلب من المنخرطين أنهم يعينوا جوج الناس باش يراقبوا المالية ديال الفريق وصرف الأموال اللي كاينة دابا، وماشي هو قالها، هو وقالها صاحبه بجوج ردوه. سيدي شوف أنا نصحح لك، كنطلب من الاخوه الرجويين يدخلوا للفيديو اللي دار السي جواب سميتو المنشور اللي كتب الاستاذ رضوان الرامي من بعد الاجتماع اللي داروا مع كاسه الممثلين ديال المكتب الموسيقي، راه دار واحد الكونت روندو ديال محضر ديال الاجتماع وشار فيه النقاط اللي طلبوا، ودار بلي ما راه قال بانه طلبنا منهم انه ينقصوا من الاجور ديال اللاعبين، وانه يدعموا الفريق في هذا الوقت اللي بقاو بسرعه لان الفريق محتاج الانتدابات، وطلبنا منهم انهم يعطيونا الوضعيه الماليه ديال الفريق بسرعه باش ندرسوها، ومن النقاط اللي داروا وطلبنا منهم كذلك اننا خصنا نعينوا لجنه من المنخرطين باش تواكب مع المكتب الموسيين التسيير ديال الفريق وصرف الاموال اللي كتدخل دابا في هذه المرحله. قراوها وشوفوا، راه المنخرطين هما اللي اقترحوا وهما اللي كيضغطوا باش يكونوا الممثلين ديالهم ويواكبوا صرف الاموال، راه ماشي ستي الاندلسي اللي جات من عنده البديله، وهما بغوا يردوها للمكتب، والاندلسي زعما راه ناس مثال ديال الامانه، وراه ما عندنا ما نخبيو، علاش ما عيطوش لهم شحال هادي؟ دابا راه باينه الناس راه كتحسب يوميا هذاك الشيء، الرجاويين كيحسبوهم كاملين، علاش ما عيطوش لهم من اللي بعتوا بانون؟ علاش ما عيطوش لهم من ياك انتوما كلكم كتله واحده؟ علاش ما عيطوش لهم في البدايه العام ملي دخلت فلوس في الاتحاد الافريقي؟ علاش ما عيطوش لهم؟ ها؟ علاش ما عيطوش لهم دخلت فلوس مالونجو؟ دابا دازت ديال مالونغو ياك مشات فت ما شاف احد، دابا راه حق المستقبل غنديروا لجنه تا يدخلوا فلوس الرحيم، يا وانا كنتحدى، وهالاستاذ الرامي انا تنوجه ليه الكلمه مباشره، كنتحداكم انتم كمنخرطين ياك وعدوكم غادي يكونوا جوج منكم، انا كنتحداكم واش غيعيطوا لكم ولا غتحطوا رجليكم في الوازيز حتى يدخلوا فلوس بانو، حتى يدخلوا فلوس رحيم، شي ملي غيدخلوا فلوس رحيمي عاد غيقول لكم اجي واش، وما كاين مشكل، ها انتم باش تعرفوا احنا فينا الامانه، ها هما فلوس، ها انتم غتشوفوا فلوس الاتحاد العربي غيدخلوا قدامكم، ها هما شي 6 5 بعدا 6 المليار، كنا سمع 6 المليار ديال السنتيم ولات 6 المليار تاع الدولار بين عشيه وضحاها، اللي هي واحد 5 مليون و400 ولا شي حاجه، يعني ما تعولش هذيك قضيه الشفافيه، راه ما راه شوف اللي فيه الشفافيه راه واضح وباين، وما يحتاجوش الناس كاع يخرجوا يهضروا عليه في اللايفات نهائيا، راه باين، راه كان واحد اللي داز هو غنام الله يذكره بخير، راه ما كانوش راه في العهد ديالو ما كانوش كاع الناس كيهضروا، ما كانوش الناس كيوصلوا للوازيس ولا عمرهم داروا شي وقفه في العهد ديال اوزان ديال غنام، هاد هما الناس الامناء، الناس اللي فيهم الامانه وفيهم الصدق، وما كانوش كيحتاجوا يخرجوا الصحفيين ويكريوا الصحفيين باش يخرجوا يدافعوا عليهم ويخرجوا يسرحوا في الرجاويين، هادو هما الناس الذين صدقوا الله ما عاهدوا عليه، راهم هادو